في هذه الردهة الصغيرة قد لا يسعف الحظ هؤلاء المرضى للحصول على جرعة علاج تخفف آلامهم التي لا تطاق. جهود احنا نقوم بها لخدمتكم وهذا واجبنا غصبا عنا. العاملون في مستشفى الأورام السرطانية في الموصل يحاولون جاهدين تقديم الدعم النفسي والعلاجي للمرضى رغم مساحة المستشفى الصغيرة الكرفانية التي أقيمت على عجل في مدينة تعاني ما تعانيه من أمراض وفقر شديد. هذا الفقر لم يمكن العديد من المرضى من الحصول على كثير من الجرعات التي قد لا تكون متوفرة أو يضطرون للسفر لمحافظات أخرى لتلقي العلاج مع غياب أجهزة الأشعة في نينوى. 4 جرع، 3 جرع الباقي يقول لك ما متوفر، عاد اشتريها من برا. أنا رحت على أبرة واحدة ما جرعة يقول لي ب4 ورقات و25 دولار الجرعة الواحدة، يعني أبرة إنه جرعتين ياخذ مرة واحدة. الميتا وكربوبلاتين. هذا إنه هو يقول لي واحدة موجودة واحدة ما موجودة، واحدة لازم أشتريها من برا. والإشعاع الإشعاع ماكو نهائيا بالموصل، المرضى من الموصل كلها تطلع يا جنوب يا شمال، بالشمال ماكو. يعني سكله حتى بغداد ما ظل. وزير الصحة جاي افتتحت لي الهاي شمال الحروق ورحت. يخلي يجون يتابعون. خلي يتابعون، ليش يبنون كرفانات؟ ماكو فلوس؟ مليارات جعت تنطد دول، مليارات نفط العراق. نفط العراق يكفي كل الدول. العراق أسعى كلها قاعدة جد، اكو ناس جوزاني قدرت ادبر له برا، اكو ناس ما تقدر تدبر العلاج، صح لو لا؟ من جانبها تقول إدارة المستشفى إن الواقع الحالي يضيق على حد سواء بالمرضى والكوادر الطبية التي تحاول ما بوسعها لإعطاء أمل ما للمرضى. العلاج الشعاعي غير متوفر بسبب عدم توفر الأجهزة. في السابق كان لدينا جهاز معجل خطي واحد موجود في مجمع الأيمن، تم تدمير هذا الجهاز بالكامل مع البناية، وبعدها أصبحت محافظة نينوى خالية من أي جهاز معجل خطي للعلاج الشعاعي لمرضى السرطان، مما يضطر مريض السرطان إلى السفر إلى مراكز الأورام في المحافظات الوسطى والجنوبية. للأسف 4 سنوات أو 5 سنوات نحن من بداية من تحرير محافظة نينوى المفروض لدينا مستشفى راقية، أموال صرفت وهدرت على أمور تافهة جدا، أتت مبالغ كبيرة جدا إلى دار الصحة نينوى، ولكن كان هناك أعتقد فساد في أو تهدير المال من حيث بناء المستشفيات أو بناء المراكز الأورام السرطانية. ورغم الوعود الحكومية لإدارة مستشفى الأورام السرطانية في الموصل بحلول قريبة، لكن الحصص المخصصة للعلاج لا ترتقي للحاجة الكبيرة، فضلاً عن أن مشروع بناء مستشفى أوسع مزود بأجهزة إشعاعية قد يطول في ظل الفساد المتفشي بعمليات إعادة الإعمار في الموصل باعتراف كل الجهات السياسية والمحلية، ما يعني استمرار معاناة أهالي الموصل الذين تعبوا من الانتظار. ساعين جاهدين على المكان الضيق.